الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا الفقرة الطبية الأسبوعية في برنامجكم آخر النهار. النهاردة حملة فؤاد مظبوط برعاية شركة ميرك هتناقش موضوع ضغط الدم المرتفع. الحقيقة أنا لازم أعترف أننا كأمهات يعني ابتزنا البشرية مش بس ولادنا بالجملة الشهيرة اللي دايما نقولها في حالة العصبية، جبتولي الضغط أنا ضغطي ارتفع منكم. وده السؤال الأول اللي أنا هسأله لضيفي المحترم اللي نورني النهاردة، دكتور أستاذ دكتور أيمن مرتضى عبد المطلب، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا فيك يا فندم. نكمل في ابتزاز البشرية ولا مش هينفع؟ يعني هل مرض ضغط الدم ممكن يعني يجي من العصبية والنرفزة ولا ما يجيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أم حقها تعمل أي حاجة، يعني ماشي نظير المجهود طبعا اللي بتبذله. مرض ضغط الدم تعريفه يتطلب ان الضغط يكون مرتفع طول الوقت. مصر. يعني كون جبتولي الضغط او رفعتلي الضغط او انت نرفزتني جبتلي الضغط، وقتيا الضغط هيعلى مع اي نرفزه او ستريس او انفعال او حتى مجهود، وده حاجه طبيعيه. الجسم بيبقى في حاله ثوره وفي حاله زياده في النشاط العصبي، بيتطلب زياده في ضغط الدم للاجراء دوت للوقت ده وبس. لكن عشان اقيس الضغط مظبوط واقول ان الانسان ده ضغطه مرتفع، يتطلب ان يقيسه وهو مرتاح هادي، ما يكونش عنده اي عوامل مؤثره ادت لارتفاع الضغط الوقتي. تمام. وعلى اساسه ما بنحكمش على الضغط اثناء الانفعال. لازم نحكم عليه اثناء الراحه، اثناء ريستنج ستيت، ويكون الانسان واخد وقت كافي من الراحه علشان يقيس الضغط، ويكون الضغط ده معيار لتقييم حالته بعد كده، هيحتاج يمشي على العلاجات ولا مش هيحتاج يمشي على العلاجات. جميل. طب دي معلومه مهمه، يعني فكره انه الواحده تصدع مثلا فيقول لك اصل ضغطها ارتفع، دي ما تعتبرش في حالة العصبية، ما تعتبرش عندها مرض الضغط المرتفع. لا، الصداع ده عرض لحاجات كتير قوي. أحد أسباب الصداع الضغط، لكن مش هو السبب الرئيسي لحاجة زي كده. تمام. والضغط في أساسه مرض صامت، يعني في أغلب أحواله 80% من الأحوال إنسان مش هيشعر بأي حاجة، هيكتشف الضغط صدفة لما هيقيسه. طيب في أحوال قليلة. إيه اللي ممكن يؤدي لارتفاع الضغط أو لمرض ضغط الدم المرتفع؟ ده سؤال جميل جدا. هو ارتفاع ضغط الدم مفيش سبب واضح ليه، يعني تتداخل فيه عناصر كتير، عوامل كتير. منها زيادة نشاط العصب السمبساوي، منها زيادة نشاط حاجة في الجسم اسمها رينين أنجيوتنسين الدوستيرون سيستم، منها زيادة حجم الملح أو عنصر الصوديوم داخل الجسم، وعوامل جينية. بتتفاعل العوامل دي كلها بدرجات متفاوتة في الأفراد وبينتج عنها ارتفاع ضغط الدم. لكن مفيش تارجت معين او هدف او سبب واحد للضغط في البني ادمين كلهم. هي الاربع عناصر دول بيتفاعلوا بدرجات متفاوته من شخص لاخر فينتج عنه ان الضغط يكون مرتفع. قلنا الملح وايه تاني؟ ما فهمتش ثلاثه. واكيد زياده عنصر الصوديوم في الجسم. تمام. اللي هو اللي موجود مثلا في ملح الطعام. نمرة 2 زيادة نشاط العصب السمبساوي اللي هو مرتبط مثلا بالانفعال والعصبية والستريس. زيادة نشاط حاجة هرمونات في الجسم تسمى رينين أنجيوتنسين الدوستيرون ده اسمها. وعوامل جينية تؤثر في الحاجات دي كلها، انتر بلاي بينهم، تفاعل. طيب الهرمونات دي بتزيد نتيجة ايه؟ نتيجة اكل سيء؟ عوامل جينية. عوامل جينية وراثية، استعداد وراثي. طيب هل دخل الاكل في القصة دي ولا ما دخلش؟ طبعا. لسه بنقول ان الملح بيلعب دور مش قليل خالص في الفاعليه بتاعت او في تفاعل العوامل دي كلها مع بعض وارتفاع الضغط. زياده حجم او دخول كميه كبيره من عنصر الصوديوم اللي هو ملح الطعام في الجسم يؤدي لارتفاع ضغط الدم. ونفس الكلام ده يقاس على الاطعمه اللي فيها ملح كتير، يعني ملح في حد ده مخللات بقى مخللات وكل الفاست ميلز والجانك فود. طيب كل هل اصل في ناس تقول لك اصل انا ملحي زياده او انا ملحي مثلا دلع، هل الميه طيب شرب الميه ممكن يقلل الموضوع ولا برضو ما لهاش؟ جميل جدا. شرب الميه لوحده مفيد جدا. رائع، يا ريت ما نقلش في شربنا عن 2 لتر في اليوم. مظبوط. اللي هي 8 كوبايات ميه، لكن لو كلنا معاها ملح الميه هتتحجز في الجسم وهترفع الضغط. الله. فاحنا نشرب ميه بس ما نكونش واكلين ملح. يعني احنا متخيلين ان الميه هتنزل شويه الملح اللي خدناه. هي بتدر البول فعلا وبتنزل الضغط فعلا. لما تتشرب لوحدها او تتشرب بدون اخذ املاح كتيره. طيب احنا زمان كنا يعني نسمع انه الضغط ده حد مثلا فوق الستين او كده، دلوقتي بقينا نفاجئ انه الفئه العمريه اعتقد ان هي قلت، وفي الاربعينات والثلاثينات الاقي ناس عندهم الضغط ده بسبب ايه؟
في شقين للامر. اولا الوعي زاد، فالناس بقت تكتشف المرض اسرع. ودي في حاجات كتيره موجوده بالذات في تخصص القلب اللي عندنا، ان الناس بقى عندها قدره اكتر على ان هي تكتشف المرض في مرحله مبكره، وبالتالي بيعالجوه بدري، وبالتالي يكون النسبه زادت. الجزء الثاني طبعا مرتبط بنمط الحياه اللي احنا موجودين فيه، الاسترس والانفعال ومتاعب الحياه، وبرضه فاست فود اللي بيبقى فيه كميه املاح كتيره تتداخل كده العصب السمبثاوي او السمبثاتيك سيستم والادرينالين والجزء الثاني بتاع الاملاح، بيساعده في ان الضغط يرتفع مبكر، حتى لو كان في استعداد وراثي يخليه متاخر لا يظهر مبكر عن كده. طيب فلو الشخص اكتشف بقى ان عنده ضغط مرتفع، ايه بقى المفروض يعني يتعامل مع موضوع الضغط المرتفع ده ازاي؟ اولا لازم يفهم ان المشكله مش في الصداع، مشكلة أكبر من كده. المشكلة إن الضغط المرتفع بيبتدي يعمل تغيرات في الأوعية الدموية بتاعت الراس والعين والقلب والكلى وكافة الأوعية الدموية، بس دي أكتر أعضاء يؤثر فيها. وبالتالي لازم يكون فاهم إن الموضوع جد وإن هو لازم يعالجه كويس. نمرة واحد إن إحنا نتأكد إن هو فعلا عنده ضغط، يقيس الضغط مرة واثنين وتلاتة في حال إن هو يدوبك ارتفاع بسيط. ويكون قايسه في ستاندرد كونديشنز، يعني يكون مش شارب دخان، مش شارب قهوه قبلها بنص ساعه، يكون ريستنج ستيت، ما يكونش منفعل، ما يكونش جاي من مشوار يقيس ضغطه. يعني ما عندش على الصيدليه يقيس كده وهو لا، لازم يكون ريستنج ستيت، ويكون هادي، ويكون قاعد، ويكون يعني يكون الارم بتاعه سبورت، دراعه يكون مسنود، ما يكونش شده. كل الحاجات دي بتفرق ولو مليمترس قليله في قياس الضغط. تمام. ثم وانس ان هو اتشخص ان عنده ضغط هيبتدي ياخد علاجات. العلاجات تنقسم اثنين، نمط حياه وادويه. ما ينفعش ياخد ادويه بس، ما ينفعش يبقى نمط حياه بس، ما ينفعش يقول انا هشرب كركديه وضغط هينزل. ايوه. ما ينفعش يقول هشرب كركديه ساقع او بارد فضغط يقل، ولو شربت كركديه سخن ضغط هيعلى. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. لازم نمط الحياه يمشي بارلل مع الادويه. نمط الحياه اللي هو تقليل الملح، منع الدخان، تقليل الوزن، التريض، مشي، يحاول يعدل المشي، يحاول يعدل في نمط حياته. ماشي معاه موازي اختيار الدواء المناسب لحالته، ومناسب لسنه، مناسب للمعطيات الاخرى الموجوده فيه. طيب، حلو قوي. احنا هنتكلم في نقطه الدواء دي يا دكتور، لانه في ناس بتروح الصيدليه منها لنفسها كده وتقول لك في دواء ينزل الضغط شويه عندك، الراجل الصيدلي يقوم جايب فروم ذا شيلف كده اي حاجه ويقوم مديها له، وده طبعا يعني ممارسه خاطئه جدا، واحنا بنحاول نعمل توعيه. تمام. وحضرتك تقول لنا هتفرق في ايه انه ده دواء مثلا بينزل الضغط، لكن خليني برضو اسال في الاول برضو الشائع انه الكركديه بينزل الضغط او كذا، هل يعني في اكلات معينه او حاجات معينه حضرتك تقدر توعي او تنصح بيها وتقول مثلا خلاص هنبعد عن المخللات والملح؟ ايه اللي ممكن يهدي او ينزل الضغط؟ هو فعلا الكركديه بينزل الضغط، بس مش شرط يكون ساعة او بارد. بس ما يبقاش مغلي، في ماده في الكركديه بتدير البول، ماشي. فهو بينزل الضغط قليل 2-3 مللي بس، لا يعتمد عليه. يعني ما كانوش غلبوا، كان عملوا راس كركديه هتنزل الضغط وكان اسهل له. لكن معروف برضو ان عرق السوس بيرفع الضغط، عشان في ماده، الماده دي اسمها كاربينكسولون، بتحجز مميزات الكورتيزون في الجسم. فده بيرفع الضغط وده بيقلل الضغط. بس شويه، كله بقدر يسير. ما ينفعش واحد ضغطه يكون 160 او 180 ويقول انا هشرب كركديه فضغطي هينزل. ما ينفعش يقول انا شربت شفشق الكركديه فضغطي نزل. مش هيحصل. هو هيقلل الضغط شويه، صح، بس بقدر ما هيدر البول. حتى لو شرب الشفشق. حتى لو شرب الشفشق. كويس قوي، لانه فعلا الناس مدركه او متخيله انه الحاجات الطبيعيه هتنزل الضغط بدل اللجوء. هتنزله بقدر يسير، مش هتنزله بالقدر اللي احنا مطلب. ثم هدف الدواء ما بقاش بس مجرد نزل رقم الضغط، وان كان في حد ذاته ده هدف. بقى هدف الدواء حمايه الاوعيه الدمويه من الاصابه بالمشاكل بتاعه الضغط. بيقولوا عليها حتى في الجايد لاينز هايبرتنشن ميديتد اورجان دامج، يعني ان الضغط الدم المرتفع ادى لتدهور، فور اكزامبل مثلا على سبيل المثال وظائف الكلى، عضله القلب، ادى لاصابه بجلطات. فالدواء مش هدفه بس ينزل رقم، هدفه ينزل رقم ويحمي الاعضاء ديت من تاثير الضغط المرتفع. ما ينفعش حد يخش الصيدلي ما يعرفش التاريخ المرضي بتاع المريض، ما يعرفش المعطيات بتاعته، مش متاكد ان عنده ضغط وياخد دواء. ما كل الادويه بتنزل الضغط، كل ادويه ارتفاع ضغط الدم هتنزل الضغط. بس هي تفصيل الدواء ده اللي بيفرق في ان ياخده ده الانسان وده ياخده انسان تاني. طيب، يعني ممكن مثلا دواء ينزل الضغط لحد مثلا عنده كلى تعبانه فما ينفعش ياخد الدواء ده. بالظبط. حد تاني ياخده ويمشي معاه. يعني على سبيل المثال حد عنده اصابه بجلطه سابقه في القلب. ايوه. يستحب تبعا للدراسات اللي هم يعني معموله ان نبتدي بنوع من انواع الادويه. ما
بتقلل نبض القلب، عشان مش بس قلل الضغط، قلل كمان نبض القلب. وده مفيد للتروية بتاعة القلب، ومفيد لتقليل معدل استهلاك الأكسجين للقلب. ده مناسب للحالة ديت. ده بخلاف دواء ضغط تاني ممكن اديه بيزود ضربات القلب. وهو الاتنين دواء ضغط، والاتنين هيقللوا رقم، بس واحد انا بستفيد بيه ان انا اقلل الضغط واقلل النبض، واحد تاني هقلل الضغط بس مش هستفيد بيه تقليل النبض. طيب والشيء بالشيء يذكر بقى، هل ضغط الدم بيزود كده كده ضربات القلب، ولا يعني مرتبطين ببعض، ولا دي حاجة مش ارتباط تانية سببي؟ ولكن في تقييم المريض الضغط لازم يتم الكشف الاكلينيكي عليه، من ضمن الكشف الاكلينيكي ان احنا بنشوف النبض بتاع القلب. نبض القلب في الدراسات القريبة حتى الحديثة مرتبط كتير بحدوث مشاكل، يعني ارتفاع نبض القلب يكون مرتبط بحدوث مشاكل حتى على الإنسان في الأوعية الدموية. وبالتالي تقليل النبض في حد ذاته بقى تارجت لبعض الأدوية. وفي نوع من أنواع العيانين بيكون الأمر ده مستحب بدرجة كبيرة، زي ما قلت لحضرتك مثلا مرضى قصور الشهيين التاجي. المرضى اللي بيكون نبضهم اوريدي سريع وانا بديله دواء ضغط، فاوريدي هختار دواء الضغط اللي يقلل النبض مع الضغط، يفيدته بحاجتين. الناس اللي بيكون عندهم ضعف عضلة القلب بنحتاج نديهم الأدوية دي بمعينة بحيث يستفيدوا بيها على المدى البعيد. طيب هل في معدل لضربات القلب، يعني في معدل المفروض ما يزيدش او يقل عنه؟ يستحب النبض يكون لا يزيد عن 70. احنا بنقول النبض الطبيعي في كل بني ادمين من 60 ل 100، لكن وجد في الدراسات ان اكتر من 85، وقارنة 85 ب 65، بيكون مرتبط بحدوث مشاكل على الاوعية الدموية على المدى البعيد. مريض مثلا قصور شين تاجي يستحب النبض يكون من 50 ل 60. احنا نحب النبض يكون ناحية البطيء مش ناحية السريع. صفار ان هو ما عملش عرض للإنسان، ما قداش لتأثر وظيفة بتاعته، ما بتاش يعمل له أعراض انخفاض الضغط أو أعراض وصول نقص وصول الدم للمخ. يستحب النبض يكون هادي، وده ليه فوائد كتير جدا على الإنسان. طيب التدخين بقى يا دكتور يعني بيعمل إيه بالظبط في موضوع ضربات القلب أو موضوع الضغط؟ يعني التدخين لو قلنا المادة الكويسة في الدخان اللي هو بياخدها الناس عشان مزاجها يكون مظبوط هو نيكوتين. والنيكوتين ده اذى في جهات كثيره. يعني اول حاجه ان هو دايركتلي بيزود نبض القلب. ماشي. تاني حاجه ان هو بيزود ضغط الدم عن طريق انقباض الاوعيه. ثم بيزود ضغط الدم بطريقه غير مباشره عن طريق زياده نبض القلب. فالدخان يعني حاجه سيئه جدا. الناس يعني متخيلين انه السجاير بس، ويقول لك اصل الشيشه خفيفه. يعني الشيشه حجر الواحد من الشيشه بيوازي 40 سجاره. يا ساتر. يعني الحجر الواحد بيقول ان العيال الصغيرين بيشربوا. مفاهيم خاطئه ان اصل الشيشه تبقى خف من السجاير عشان بتعدي على ميه والميه بتفلترها والكلام ده. لا، الكلام ده خاطئ. حتى لو علبه السجار السجار تبقى حاميه قوي والشيشه مش حاميه، يعني كلام كتير ممكن يتقال، لكن احنا بنتكلم من ناحية العلمية. فعلميا ممكن احساسه هو زي واحد بياخد سم مالوش طعم. واحد بياخد سم ليه طعم، الاتنين سم. لكن واحد ليه طعمه مر وواحد ملوش طعم. طيب ضربات القلب السريعه بقى يا دكتور، يعني لو حد حس بضربات قلب سريعه وهو قاعد من غير مجهود، هل يتوجه فورا لطبيب، يستنى يهدى، ياخد دواء، يعمل ايه؟ اهم حاجه انه يعمل رسم قلب. لو حد شعر بضربات سريعه في غير الوقت اللي المفروض تكون فيه الضربات السريعه، يعني احنا ضربات المفروض تكون سريعه مع انفعال، مع طلوع سلم، مع مجهود، لكن انا قاعد بتفرج على التلفزيون او بقرا وفجاه جت ضربات سريعه، لازم اعمل رسم قلب، لان اضطراب نبض القلب حاجات كتير قوي. ممكن يكون زياده في المناشط الطبيعي بتاع الجسم، او بؤره نشطه، او وصله كهربيه زايده، كلهم هيعملوا ضربات سريعه وخفقان. هل ده بيبان في الرسم؟ بيبان في الرسم الى حد كبير. طيب احيانا حد بيروح وبيلاقي رسم القلب كويس وهو ضربات قلبه سريعه، فده يعمل ايه بقى؟ بنشوف النبض نفسه رقمه كام. ولو كان النبض ده طالع من منشأ الطبيعي بتاع الجسم نديله ادويه عرضيه، ادويه تقلل له النبض مع البحث عن سبب زياده النبض. يعني على سبيل المثال هو النبض ده مش اللي هو هنا؟ ده يعني ده معلش ده طالع من هنا. ده طالع من هنا، فده بيسمع هنا. بالظبط يا فندم. وبيتشاف سبب زياده النبض، يعني لازم نبحث عن سبب زياده النبض. ممكن يكون نتيجه زياده في نشاط الغده الدرقيه، ممكن يكون سبب انيميا، ممكن يكون بسبب الضغط، احد اعراض الضغط بالبيتيشن، الاحساس بالخفقان زي النهجان، زي الصداع، زي الدم اللي ينزل من انف الرعاف، كل الكلام ده ممكن تكون من اعراض القليله بتاعه الضغط المرتفع. طيب هل ادويه الضغط المرتفع ممكن حد ياخدها، يعني هيروح لدكتور ويديله الدواء بياخدها بقى مدى الحياه، ولا بيغيرها، ولا ايه بالظبط؟ مفروض الانسان بعد ما بيتوصف له العلاج ويتفصل عليه العلاج اللي هيريحه، اللي هو ممكن ياخد وقت شويه عبال ما يتفصل عليه الدواء بجانب تعديل نمط الحياه، بيحتاج ان هو يتابع نفسه. ايفن حاجه اسمها هوم مونيتورنج، هوم بلا بريشر مونيتورنج، ان هو كل فتره يقيس لنفسه الضغط.
ويتابع قرياته. وارد ان الضغط يطلع وينزل زي كل حاجه متغيره في جسم البني ادم، لكن لو لقى قرياته دايما مرتفعه مع المتابعه مع الطبيب كل 3 اشهر او كل 4 شهور، لو لقينا القرايات ما بقتش مظبوطه زي النضاره ممكن تحتاج تغيير، ممكن زياده جرعه او تغيير الدواء بحاله لدواء تاني او مركب تاني. كونه هيمشي على دواء ضغط مش معناه ان هو هيستمر عشان ابتدى دواء ضغط، هو هيستمر عشان الضغط مرض مزمن. فبرضه كتير يعني خلاص ادويه الضغط دي ما بت هو الضغط ما بيخفش بيتعمل له كنترول. في احوال قليله الانسان بينجح في المراحل الاولى من الضغط ان هو يعمل تحكم فيه بنمط الحياه. فهو يمكن الاستغناء عن الدواء والرياضه وتقليل ملح بالظبط يا فندم، تقليل وزن ده بينجح في بعض الاحيان يرجعه للمعدل الطبيعي. وساعتها ما بياخدش دواء كيميائي، بيكون علاجه هو نمط الحياه بس. انما اي حاله بقى بتفضل مستمره معاه الادويه، الحاله اللي هو ايه اللي هو مش محافظ على النمط بتاعه ولا اللي ما نجحش نمط الحياه ان هو يتحكم في ضغطه تحت ال 140 90 فيفضل ماشي على الدواء. طيب حضرتك قلت لي انه هو لازم يكشف على نفسه او يعمل زي مونيتورنج في البيت، يتابع نفسه. انما مفيش تشيك اب دوري؟ لا لازم. كل قد ايه؟ 4 شهور مثلا يتابع عند الطبيب، حتى لو مش حاسس بحاجه، لان هو في الاساس مرض صامت. وفي تشيك اب سواء بمعامل وسواء باشعاعات لازم تتعمل، لان التغيرات اللي ممكن تحصل ممكن ما يحسش بيها في ساعه ما تحصل، يحصل بعد كده. يعني حضرتك عارف انه الناس ما بتروح يعني زي العربيه كده، طول ما هي ماشيه ملوش دعوه بالميكانيكي ده خالص ولا فن بيبقى فيها اصوات وبتاع، بس طالما ماشيه فالبني ادم بيتعامل كده، او بالذات عندنا في مصر يعني. ما هو ده يعني مشكورين، ده احد اهداف التوعيه اللي حضرتكم بتعملوها في الاعلام واللي بتعملها في الاذاعه وهكذا، لان الناس تكون واعيه ان هي المفروض تروح زي صيانه العربيه زي ما حضرتك اديتي مثال. صحيح. حتى لو ما اشتكتش العربيه المفروض اروح لازم صيانه نغير كل بقى مده ونغير مش عارفه ايه. فكمان لا هو للاسف يعني الوعي منخفض جدا في الحته دي، وبالذات انه انا ما فيش حاجه ايه اللي يوديه للدكتور او ايه اللي انا ضغطي 200 ومش حاسس بحاجه. وعشان كده يعني لا قدر الله بعد الشر عن كل الناس هو بيسمى القاتل الصامت. نعم يا فندم. انه ممكن يعني يبقى مرتفع جدا وما يحسش باي ممكن اعراض. ممكن تكون اول عرض نشوفه للعيان بعيد عن السمعين جلطه في القلب او بعيد عن السمعين جلطه في المخ. ويكون اول برزنتيشن للبيشنت الاند اورجان دامج او الهايبر الاورجان افكشن اللي حصل نتيجه العضو التاثر نتيجه الضغط المرتفع. او ان هو فجاه الكلى بتاعته تدهور الوظيفه بتاعتها وهو الثاني مسبب للفشل الكلوي بعد السكر. الضغط مرتفع في حد ذاته بدون وجود السكر هو تاني واحد بعد السكر. طيب اخيرا احنا يعني الناس العاديه خالص اللي ما عندهمش اي حاجه ربنا يديهم الصحه وشباب، امتى يبتدي شاب عادي بيشتغل والدنيا لطيفه امتى يبتدي يروح بقى يقيس الضغط وكده حتى لو ما اشتكاش منه؟ يستحب يتعمل مسح طبي زي مثال اللي حصل في مصر اللي هو بتاع حمله المليون صحه فوق سن ال 18. ومتقسمين الضغط، يعني ده في حاجه اسمها اتجاهات العلميه جايد لاينز بتاعت الضغط، ان الناس لو كان ضغطهم اوبتيمال يعني احسن حاجه في الدنيا. يعني ضغطه تحت 120 80 تحت ال 120 80 ده الاوبتيمال، يعمل تشيك اب كل 5 سنين. ولو كان ضغطه نورمال يعني من 120 ل 130 ل 129 بالظبط يعمل تشيك اب كل 3 سنين. ولو كان هاي نورمال يعني من 130 ل 139 ما دخلش في الضغط يعمل تشيك اب كل سنه. ولو كان دخل في الضغط يبقى هيعمل تشيك اب زي ما قلنا كل 3 أو 4 شهور. كل 4 شهور. دكتور ايمن مرتضى عبد المطلب استاذ امراض القلب جامعه عين شمس، حضرتك نورتني. شكرا جزيلا. شكرا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.